تصلح علاقتك مع مراتك في شهر رمضان؟ اكيد طبعا، شهر مفترج ولازم تكون العلاقة كويسة على طول في شهر رمضان. بس انا بقالي 41 سنة متجوزة. والله هي طول السنة المفروض العلاقة تبقى مصلحة، احنا عاوزين السنة كلها تبقى رمضان. لازم شهر رمضان ده شهر التصالح مع الناس كلها مش جوزي بس. هي الحمد لله الامور كلها متصلحة في رمضان او غير رمضان، لان طبعا الواحد ملوش الا بيته وزوجته واولاده. هل في شهر رمضان بتقل الخلافات في بيوتنا؟ والله ممكن تقل وممكن تزيد على حسب المصاريف. ما بتقلش، لان الراجل بيبقى صايم ويبقى عصبي، والست برضه بتبقى شغل البيت عليها والضغط عليها، فما بتقلش. ليه الواحد يمقص حد وهو متنلفت شويه ويقوم يمقص يتوضي يصلي ركعتين يمسك مصحف يقرا فيه، كل ده برضه بيخف. طبعا طبعا شهر التسامح والخير والبركه، وكل اي حد متخاصم مع اي حد لازم يتصالح ويغفر له. ومهما كانت في خلافات ما بين الاسر وبعضها او ما بين العائلات، المفروض ان رمضان بيعلمنا التواصل والرحمه. حصل واتخانقت مع مراتك قبل كده في شهر رمضان؟ هو ممكن نتخانق في شهر رمضان بس الخناق ما بيطولش، يعني بتحصل. والله سن ده ما ينفعش فيه خناق، الخناق للسبب ان هي يا مؤاخذة طايشة او ظروف تعبانة. واحيانا بس برضو بس بنسامح بعض ونعدي الامور. لا 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 الحمد لله رب العالمين، لان ده ما قلت لسه برضو بقول لحضرتك ده شهر رحمة وتواصل، لازم التواصل يكون في رمضان وغير رمضان. مين اللي بيبدأ الصلح بعد الخناق؟ ساعات انا وساعات هي. انا لان رجاله عناديه، مش الصراحه بقى ولا جامل. الراجل دايما هو اللي يتحمل غير الست، لان الست عليها برضه ضغوط بيت واولاد. الست دايما قلبها ضعيف وهي اللي بتصالح وهي اللي بتسامح بسرعه، لكن الراجل مش قوي. المفروض انا حتى لو انا اللي مش غلطان، حسب الظروف يعني، ممكن انا ممكن هو عادي يعني. لو بنتك المتجوزه اتخانقت مع جوزها خلال شهر رمضان، انت بتسعى ان انت تحل المشكله بينهم؟ اكيد، رمضان او غير رمضان، رمضان او غير رمضان، عشان لو ما حلتش يبقى انا بخرب عليها. على قد ما بقدر بقول لها لازم يبقى بالك طويل، وهو برضه بيبقى ظروفه مخنوقه، لو كان بيتدخل بيبقى اعصابه سايله. بتحرصوا على اداء الصلاه واداء الطاعات والذكر في البيوت خلال شهر رمضان؟ ايوه، بشهر رمضان طبعا من شهر القران، وبنروح نصلي في المسجد، وبالذات كمان صلاه المغرب بنصليها حاضر قبل الفطار. الحمد لله ونعم بالله. انا قد ما بنقدر حتى رمضان او غير رمضان، المفروض اللي احنا نعمل بهذا الافعال. طبعا لازم، ده لازم الصلاه والصوم وقراءه القران، لازم قراءه قران واستمراريه وقيام ليل وتهجد وصلاه قيام، وبنصلي ونصوم ونزكي. في رايك هل قله الطاعات والذكر بعد شهر رمضان هو سبب النكد في بيوتنا؟ والله انا عاوز اسال سؤال، طول ما في البيت في قران وفي وفق وانت بتفوت لي وانا بفوت لك الامور بتمشي. قله الطاعات وقله الصلاه وقله الديانه المسلمه في البيوت مش كويس. البيت لو ما فيهوش صلاه وفي قران بيشتغل كده ساعه الصبحيه اكيد يبقى فيش طاعه. البعد عن ربنا سبحانه وتعالى بص سببه في كل شيء، سواء في نكد في البيوت او في خنقه الحياه او في غلاء المعيشه نفسه. اه طبعا، هو المفروض ان الذكر والصلاه وكل الحاجه الحلوه بتبقى طول السنه مش شهر رمضان بس. تقول ايه للمدام في شهر رمضان؟ الله ربنا يديك الصحه ويطول في عمرك وتفرحي بعيالك كده وتحج بيت النبي عليه الصلاه والسلام. اقول لجوزي واقول لعيالي وكل سنه هم طيبين وربنا يخليهم ليا ويديهم طول العمر. كل سنه وانت طيبه وسنه سعيده، عقبال السنه الجايه ما اشوفك كده قدامي بخير. اقول لك كل سنه وانت طيب، والسنه الجايه يكون ولادنا الثلاثه متجوزين. اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي ليا ويخلي اولادي ويقدرنا على تربيتهم. كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا ويديك طول العمر. انا بحبك في رمضان.